من أحب أن يكون مهابا عند الناس، مقدرا عند الناس، مسموعا القول من أجل أن يقبل الحق، فإن هذا لا يذم، بل إنه يثاب ويمدح على هذا الغرض. لما؟ لأن هذا الغرض وسيلة إلى تعظيم أمر الله عز وجل. ولذا عباد الرحمن ماذا قالوا من بين دعائهم؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهم دعوا الله عز وجل أن تقر أعينهم بصلاح أولادهم وأزواجهم، وأن تقر أعينهم بأن يكونوا أئمة للمتقين. والإمامة هنا إمامة للمتقين، كما أن هؤلاء ظفروا بالخير عن طريق الاقتداء بغيرهم، كذلك يرغبون أن يقتدى بهم في الخير. والإمامة لا تنال كما قال رحمه الله إلا بالصبر وباليقين. فمن أحب أن تكون له هذه المناقب من أجل أن يقبل قوله، من أجل أن يقبل الحق، من أجل أن يطاع الله عز وجل، من أجل أن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، فهذا لا يذم، لأنه أراد بهذه الأغراض تعظيم أمر الله عز وجل. من أراد تلك الأغراض لأجل تعظيم أمر الله عز وجل فإنه نال مرتبة وطلب مرتبة عليا في الدنيا، فينال المرتبة العليا في الآخرة. ما هي المرتبة العليا في الآخرة؟ ما ذكره عز وجل: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وهي أعلى المراتب وأعلى المقامات يوم القيامة.